في زون ميكس مع ضيفنا في الساعة الأولى آدم الرجيبي لاعب اتحاد بن قردان، لاعب سابق ترجي وكذلك السيابين. عاد رحب بك من جديد آدم، ماشي الانستغرام اللايف والدنيا. قلت لي قبيلك هيثم الجويني وقت اللي كان هنا عامل لايف، شو عملت له؟ خاطر نطلب فيه هو حال لايف وانت تطلب فيه، علاش؟ قلقت مخك عطاك هك ديما هكاك فتوا مع بعضنا. باه احكي شوية عن رجوع للسي ابي آدم، كيفاش كانت وقتها تصايد مع السي ابي؟ والله كانت مسهلة، عرفت انا في بنزارة العبيد مسؤولين غادي، معناها قعدنا برشا مرات مع بعضنا. شكون المسؤولين؟ عبد السلام سعيداني، مهدي من غربية، زوت مهدي من غربية وضع لي كان سبب في جيبانك. اي اي يقولوا حاب يخدم بيك انا في الانتخابات تصويرته. ما نعرف تعرفش، ما عندكش علاقة بالمنوذية؟ لا لا اسمعني، شاكر رقيعي وجهلك تحية وقال لك احكينا على فوزي، كي حاب يدخلك فوزي بنزرتك كي حاب يدخلك في ماتش، قلت له مانيش موجود. شنو هي الحكاية ذي؟ لا 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 علاش؟ تليق برش حاجات هكاك ما حبيتش تهبط؟ بالحق بالحق تي ولا لا تفادليك والله، اي مسيش قول هنا مسيش والله تفادليك اي ما حبيتش تهبط شنو؟ بيعك والله بيعني شكايرة. السي بي كانت معامل عليك برشا عامل ايه ولاد؟ ما عاونتش كما يلزم ولا ايه؟ والله تضربت، تعرضت لزوز اصابات خاطر عملناه والقلقوني، عرفت نفس الاصابه نتاع اليوم، حتى ماتش الكلوب افريكان زاد عملناه وكورنا كونتر الكلوب، ديجا الضربه اللي ضربتها ما جمتش كامل معاهم الاخر. والله والله نفسها الضربه تضربت، عملت دي شيرور في الكوادريسيبس من اللي شوف ما كملت بيه ماتش كامل. تبع عادم الباجيت فيسبوك؟ لا والله هجمت، والله هجمت. يقولوا اذا ما كانش مضروب، يقولوا هو ما حبش يكمل. كيفاش ما كانش مضروب؟ ما نعرفش، يقولوا لابس عليه ولا صورت تليفون سي اخي كنت تنجم تلعب ما حبيش العب. فما اللي كو هزيته لهم ليكيب معنا، عملت شيرور بالعكس، انا لعبت كملت بيه ماتش كامل، انا معنا جرت اللي لعبت انا تضربت والله كملت بيه شيرور ماتش كامل. بيه دخلت عملت طلع في الكونت انستغرام تاعك اللي هو قاعدين في اللايف تو، فمش تساوي مريو سيابي، فما كان أنا... فما ثلاثة اربعة الاسبيرونس كهو والله قدم هكيكا ماكش مغلوم برشا؟ لا والله انا هبط صور هكيكا متاع كورة، والله متاع كورة هكيكا حتى في الاسبيرونس ما عنديش، وانا في وسط فما ثلاثة على بعضها انت بالاسبيرونس وفي الانتريمون ديجا من با لاني نكور لسه عندي حتى تصوير نكور. السيزون بتاعك مع السيابي يعني كيفاش تشوف؟ سيزون معناها تضربت ما لعبتش فيها برشا سيزون. ما نجمتش ما كانتش ناجحة نتصور بالطبيعة، ما كانتش ناجحة خاطر تضربت معناها قلقتني الضربة وما لعبتش برشا مع الأولاد، ما عاونتش برشا الأولاد. خليت فلوسك خرجت؟ لا لا خذيت فلوسك؟ شبيك تضحك ساعة؟ ليه ولا شيء؟ مادام تضحك مادام خليت. ليه؟ بالحق بالحق. ليه مريقلين؟ خلصت ولا؟ ليه مريقلين؟ خاطر صعوبات مالية كانت في السي بي عاملين الموسم الماضي. مريقل خالص مريقل. تفهمت مع عبد السلام سعداني وكل شيء؟ مريقلين. ربي معاه زاد عبد السلام على السي بي السنين وكل شيء، بعيد جاي يصير فيهم من بعيد. إن شاء الله ربي معاه، إن شاء الله عباد يقف معاه. يقولوا عبد السلام عنده تومبيرامون خاص، كيفاش يتعامل معاكم تما ملاعبيه؟ ايه والله مريقل، هو بار مع الجوارات مريقل، جوست مشكلة فلوس معناها. هو كي يولي مشكلة فلوس معناها يولي سافا با بين الجوارات. هي المشكلة الوحيدة اللي هي فلوس، كان جا فهم فلوس راهو هو يسير مليح، مسؤول باهي بون هو. كعبد معناها كعبد باهي، ما عندوش حتى قبل كنت راه فما مسؤولين معناها، من غير ما نجبدوا يمدوا الجوارات اللي يكور مثلا، جوار تبدا يكور هو لا يعطيوك انت فلوس، هو بالعكس يعاون كلي ما عندهمش فلوس معناها. يمشي الجوار به يكور يقولوا شدوا كل شيء، يمشي يسبق اللي ما عندهمش فلوس. اثرت برشا حكايه الفلوس عامله ولا؟ بالطبيعه اثرت برشا، كل ما تمشي يحكيوا على فلوس، يحكيوا على جريف، لهنا الدور نتاعكم انتم نقولوا انت من الكبار نتاع الكيب وقتها، الدور نتاعكم وين كان؟ تنجم سيرام فماش فلوس تنجم تحكم في حد، حتى اللي راه في اي جمعيه كي يبدا فماش فلوس ماكش باش تفرض معناها على عبد ديسبلين ولا شبيك جيت مأخر، ما عندك ما تتكلم معناها. فهمتك. واحد جي مأخر يقول لك تقول له شبيك جاي تو، يقول لك ما مانيش خالص، شنو باش تقول؟ واحد لازم معناها لازم كل شيء مريقل باش كل شيء تبع بعضه. باهي قداش خليت؟ تادي ما خليتش خالص. باهي المرة الأولى قداش خليت للسي بي؟ قداش كان ترونسفير وقتها؟ الاسبيرونس. اسبيرونس
مليار وزي انت وعلي المشيني مكش وحدك وهذا علي وقتها ولا انت مليار زوز مليارات انا وعلي حاصلوا مع بعض وانت وحدك انا وعلي مع بعض زوز مليارات وانت وحدك والله ما نعرف كي خلي ما تعرفش وبه هو ديفونسور مو علي انا اكثر منه شويه بالطبيعه فهمتك ايه وخليت مستحقات خلاصات ويا حدا خليت انا خليت اي قد ايه اكثر مش بارش 70 بين المره ذي قديش اي ما تحبش تعطيني حد شيء ما والله ليه والله خلصت مريقل والله ما خديتش فلوس لا خذيت لا قعدت لا مريقل مريقل جامعتي يا بالحال السيابي ونحب السيابي انا علاش اخترت اتحاد بين قبدين بالبيت والله جمعية باهية حتى سنين هكريت جمعيتنا تكاور باهين بالقدا الجروب باهي زاد فما ديسبلين غاديكا معناها تنجم ياجم واحد ينجح معناها بين قبدين ان شاء الله غدوة مع شكون؟ شنو مع شكون؟ مع الاسبيرونس ولا مع بن قبدين؟ بتبيع واحد مع جمعيته يبيع جمعيته واحد عليه تشجع بن قبدين؟ بن قبدين بالطبيعة نحب بن قبدين تربح الافكتيف اللي عندكم سنين هذه حاجة باهية هذه برشا انت دبيت دو كاليبر باهي لك بن قبدين الاسبيرونس الافكتيف نتاع بن قبدين تنجم تعدي ماتش موسم باهي سنين برشا لاعبين برشا لاعبين باهيين عمار الزكري يعني علي برشا جوال باهيين حتى الديفونس باهي شنو الاوبجيكتيف حطيتوه مع البيرو؟ والله الاربعه الاولى باش نكملوا في الاربعه الاولى ان شاء الله. مازلت تطمح لمنتخب بادمو؟ انا مازلت صغير تكبر فيا. ما كبرتكش نسال فيك. نزلت بالطبيعه. ان شاء الله نرجع كيما كنت اول حاجه خاصة انك لعبت لمنتخبات الشباب الكل ظهر انت. لعبت الكل تعديت فيهم الكل. ليكيب الاولى مازلت مش برشا. من الاول لعبتها من بعد. من الاول معناها مشيت معاهم الاستاج وكل شيء. وجود المنظر الكبير نجم يعاونك الهدف الثاني للاتحاد تطاوين نفس اللاعب محمد علي عبد السلام 2-1 للتطاوين قدام الكلوب في الدقيقة 82 من المقابلة ادم وجود المنظر الكبير في المنتخب ظهر يعرفك مليح المنظر الكبير ينجم يكون هذا واسطة في عودة ادم المنتخب والله ان شاء الله ان شاء الله اول حاجة نبدا بروحي ساعة واحد لازم يعدي ماتشوات باهين وكل شيء وبعد هيك كل شيء يجي بطبيعته قاعدين يحكي معاك ما عادش صار تواصل بيناتكم ولا ليه؟ والله حكيت معاه قابلته في الصاله في الصاله سبوري ترينا حكينا ايه ايش قال لك مثلا؟ قال لك بسروحك وكل شيء وعندك لي كاليتي وكل قال لك تنجم تكون في منتخب مثلا؟ ان شاء الله نرجع نكاول ان شاء الله نكون غادي وكل به نبداو بالريبريك نتاعنا في الحصه نتاعنا البدايه مع زون روش زون روش صاحبك معايا قال لي اكبس عليه شوية مين ومن اللي موجود معنا تو به ضيعت برشا وقت يدن في مسيرتك وي كانت تنجم تكون خير شنو ما خلياش تنجم تكون خير ما في واحد بالطبيعة ديما يغزر روحه غلط انا هكاك ما عرفش يقولوا لي ماكش مغلوم برشا بالكور يا كيك اسمع فما شكون قال لي الوالدة نتاعك كانت مغلوم اكثر منك امي امي تقولي معاش كون كاورو ديجا وانت ما تبعش ليه ولا ليه هكيك عادي نورمال قبيليك قلت لي في تيران مش ديما نتخمر لكن ساعات تخرج على النص اي وقت ايش ذكرني خلينا نذكرك مع هشام بالقروي كنت في الكلوب مع السيابي شنو صار وقت صغير وقت واحد ضربني جي ضربني صاحبي ولا تو هشام وكل شيء جا في الاسبيرونس اول ما جا معانا تصم عليه. ضربني وطاح درت له انا درت هو طاح خذيت حمرة. خذيت حمرة وقتها و الاربيتر في تونس ماك تعرف ديما. وخرجت كان بعرف سيدي وسيدك. ايه ديما قعدت نغزر شو عملت ما عملت شيء. اما تعرف اللي بيت فيه انا. اللي بيت فيه انت قدك قدامه هو ما شاء الله طويل. ما عملت له شيء. اي هو ما شاء الله طويل وانت الاربيتر جاي يجري على اساس فيق بكل شيء وعمل اي جاوبنا على ذي هو انت قدك هو ما شاء الله طويل وتهدد عليه معناها. تيز. ولا سخون وقتها مكش يعرف اش قاعد تعمل. لا نجمه. باه كي تقابلته في الاسبيرونس اول ما جاء لا صاحبي باهي اي نعرف ومتفاهمين فيه ليه مفدلك مع الوليد الكل ما هو شيء وكل شيء مفدلك حكيتوا مع بعضكم اي حكينا بالطبيعه صح من الاول اول كونتاكت حكيتوا على الحكايه لا تلف هو نساها زعما زعما باهي في ماتش اخر مع السي اس اس سي اس اس اي سي اس اس ايش عملت؟ ديما ما عملت حتى مشكله تفك بحق ضربت مصور ضربت مصور خذ الرب معز ايه
ليش نو مش تقول لي عاقل ايه صاحبي مو عزه واحد يضرب مثلا انت طب نبدا انا اصحاب انا واحد فردي كيب تراوما المهم بيه يضرب واحد ايه شو تضرب معه صارت لي فاجعه في بنقردين زاد من الاول من ديما بديت هي انا وايهاب قاعدين هكا قاعدين ولاد جايين جايين جماعه بنقردين حاصل وقت نلعبوا كوب كونتر بنقردين والله نسيت كوب حاصلوا ربحونا هابطوا جمهور للتيرا جاي واحد يجري بجنب ايهاب ضرب ايهاب يا اخي مشيت انا متعارك دورت ما لقيتش ايهاب معناتها ايهاب يحبس شدو مستير وينك زرت اول تعارك عمل المشكله وخليك دورت ما لقيتوش باش الانفيتي نتاعنا منذ جمعتين تيجاني بالعيد قال كلام ما عجبكش باهي خلينا نسمعوا نفكروا العباد اللي ما سمعتش تيجاني شنو اهم ما قال جورج ليكانس بخلاف الكوب دافريك هذه ظلمك في كوب دافريك واحده اخرى ظهر كنت تكون موجود فيه 2015 صحيح بصراحه صحيح 2015 كنت في ديسمبر وقت الكوب دافريك في ديسمبر ولا في جانفي وانا كنت ميور بوتور في الشامبيونا وميور باسور في الشامبيونا فهمتني بون ماكش كونفوكي باهي سي با غراف بار اما خويا تضرب بالنسبه نحتير انا وقتها مشيت للمغرب فهمتني فاكونس يتضرب بالنسبه بنحتير وصايي مع الصحفيين الكل يكلموني صايي ان شاء الله باش يكلمك وبرشا عباد كلموني صايي ان شاء الله وفرحت انا قلت هاي الحمد لله معناتها من بعد شنو اللي صار لي قبل ضيعت كوب دافريك الحمد لله باش نرجع كوب دافريك معناتها عيط لي ادم رجايبي بكل احتراماتي ما يستحقش كان مش ما يستحقش بكل احتراماتي ما انا احسن بيتر في الشامبيونا واحسن باسر في الشامبيونا سامحني اذا تعبان نسبه نحتير اللي هو ريجيسير اخوي كلمني عيط لي اخويا تبدا في الجروب اخويا ما تلعبش تيتيلير اخويا ابدا في الجروب فهمتني ما عيط ليش وعيط ادم رجايبي وقتها وكاو ادم بون عدي هلو هذا نحسبه ما يعرفش يحكي بالعربي وكاو قلت لي قبيلك ما عجبتنيش ايه انا ما يحكيش هكا كوكو هو بون يمكن اقصد اللي ما كومش نفس البوست ولا ما حسيته ما عرفش يحكي بالعربي حتى كيما بعد قلت له خالك مع كل احترامي قزمك حسيته ايه ما تتقالش وكمان مش قول شيء وكو ما ينجمنيش هو بالكلام بيان سور معناها انا مش قول شيء تو سامحو بالزاف وين سامحو عادي ليه سلمت حتى كي تقابلنا قبل نسلم عليه وكل شيء عادي معناها حتى مشكله بيننا ليه عادي نقول هو قالك هيك فهمت طيب في مخه طيب قلت لي قبل حاب نجاوب عليك جيت لهنا قلت لي ندمت ولا دموع على كلاشي انا فادلك معاه في الشارع عملنا اللي قدام العبد اصحاب انتم عندكم اصحاب صح مريق الطفل عاقل ديجا وطفل عاقل اي ناس مليح روحوا ليه مريق الطفل باهي نبداو الريبريك الثانيه لوكويز لوكويز محضر درسك ذا اللي في جايني هذا درسنا في لوكويز شكون تعتبر اليوم احسن لاعب تونسي اد اليوم احسن لاعب تونسي خلنا مش برشا في بالي محضر انا لاعب ليه ولا مني محضر بالحق لاعب تونسي ولا حضرت كان ليكيب تيب لاعب تونسي بون اسمه اي عاد غيلان الشعلال احسن لاعب تونسي في تونس بيان سور لاعب تونسي فرنساوي ليه يلعب في تونس تو تحب حط البلا مثال قلت تونسي عنده جنسيه تونسيه ساعدوا غيلان واحد برك اختار واحد ايه حكيت مع سعد ما حبش يبيعك خاطر ما حبش يبيعني خاطر احسن لاعب في تاريخ تونس نقول اللي خلط عليهم انت ولو ان قلت مش مغلوم برشا بالجول اللي خلط عليهم انا احسن لاعب خلط مش برشا عاد عاش عنا وقت يوسف المساكن وي لاعب تشوفه قادر ينجح في الاحتراف في بطولة تونس شي احترف في تونس؟ احترف في اوروبا فادك معك محمد علي برمضان شكون اللاعب تشيخ كي تلعب معه؟ سعد بقير شيخك باسيت ودنيا يبدأ يواكوك فتين ياسر شو يعمل؟ يواكوك مو يتكلم ابدا ينغنغ نقول نحن ساعة نمشي ولا ينغنغ يعمل لك هكا باهي شكون اللاعب تتقلق تلعب معاه؟ شنو هي نتقلق؟ تتقلق يحكي برشا ما عادش حاجة هكا لا ولا ما فهمتش شكون يحكي
تي عادنا جاوبني والله يوسكو ما كلمونيش من فتيران ما تكلم مع حد فمش ملعبة تقلق ما تفهموش تقلق ما تفهموش جوار لعبت معهم بيرلق منه شكون تخمن برشي والله لن تقلق ما قلت محد والله ليه والله لن تقلق بين زابيو نعطيك جوكير في هذا شكون ملعبة بزنس بزنس عليه برشا معجبات بزنس معناها معجب عنده برشا معجبات ما نقولوا انت ولا يا ودي سال انا شو دخلني والله جملة ما عنديش حكيت اي شكون عنده خلاص طفلت استرجي قبل غايلان غايلان لاعب ماست تحس مس غايلان واحد ماست اي شكون ماست خميسي ماسة تحس ويضحك واحد ملاعب يخدم اه عمر زكري نلعب معه تو يخدم برشا ملاعب يكركر بالعكس تو بيان سيغ مش انا شكون ملاعب يكركر ما يحبش لونترينمون قالك تحس وتراه اي تراه ترقد غايلي كلهم غايلين وحالتهم فيه باهي شكون المدافع تقرا له حساب يقلقك مدافع مرياح ياسين مرياح تحس من خاطر تحس من يتفرجوا فينا الكل سميتهم لا والله لا ولا غايلين يتفرجوا لا غايلين لا الاوراق غايلين باهي هدف التعادل الكلوب تريس الطبوبي في الدقيقه 91 2-2 الكلوب واتحاد تطاوي باهي افضل مدرب تونسي شكون تعتبر احسن مدرب تونسي تو مش هيدي كيف نفسي منظر كبير احسن مدرب لانيك كيو كل شيء كورة ميركانزا قديش اول سالير اخذيتها اول سالير 2015 قديه 500 تبدلت ديجا في عام 500-750 مليون في عام في عام اكبر سالير زي ما جاوبش عليها عندي معلومة لو جاوب انت ونقول ان ايش كون قالك كذبت اه؟ ما قلتش صحيح شنو ما قلت صحيح؟ حكي لي ما حكيت مع شكون ما قلتش سوم صحيح لا عندي يكون عندي سوم صحيح امبوسيب 25 مليون نحلف والله والله لا باهي قول لي انت ما نعرفش والله اقل ولا اكثر ما نجمش نقول والله لا نجم اقل ولا اكثر ما نجمش والله اقل اقل باهي ماتش ما تنساهش فينال كوب خاطر بالجمهور جمهور الزوز دخلوا كل شيء انا فينال كوب فينال كوب 2017 دربي دربي علاش ماركيت انا وزوج جمهور حاضرين معناتها هذا ماتش به بونتو ما تنساهش خاطر صغير وقتها وفرحت بالتيتر اكثر معناها ماتش سيابي بونتو الثاني مع المارس كاس العالم وقت الكوب تونيزي احلى بونتو ماركيتو بونتو مزيان بونتو مزيان ماركيت مزيان ازين بونتو ماركيت قعد في بالك هك وفرون في بنزارت كونتر الكلوب افريكان تفكرت فيرو قادر حسيته احلى قادر ماركيت فيرو اقوى ببليك بالعاطفة ولا اقوى ببليك لا قول لي بفهمها بفهم باللي تحب انت بالعاطفة لا بالحقيقة بالحقيقة ما غير عاطفة الحقيقة؟ اي انا جمش نقول تعبتني يا اخوي تعبت ليه اللي بالحقيقة انا جمش نقول وبالعاطفة جامعتي انا السيابي وبالعاطفة جامعتي السيابي وموش بالعاطفة؟ ترجي لي قضية تونس قلت باي اقرب جمعية في تونس حتى واحد يبدأ اقرب جمعية بار بنزارت معناها اي انا احب السيابي السيابي ابار السيابي بخلاف السيابي ربيع تارجي خاطر لعبت فيها كي تدخل كي تلعب في تارجي باش تحبها وانت صغير شنو هي جمعيتك؟ انا سيابي قلت في بنزار تحب سيابي بركة شنو حاجة فيك ما تعجبكش هذا؟ في انا؟ ما نعرفش نجم نقول واحد حال على روحه بيان سور ايه ليه تصور العباد ترى حاجة تبيع واحد يقول انا نرفوزي واحد يقول ما عادش مش نرفوزي المشكلة انا مو سالم باهي احسن لاعب في العالم؟ ميس احسن مدرب في العالم مورين وانت جاي خمم تقول زعما شنو يسالني بالطبيعه مش خمم ديجا انا ما نحبش ديجا نظر في حاجه ديجا ديجا مريشتني بالسؤالات شنو باش تسالني شنو باش تسال هيك اوكي كنت ما نحبش نحكي برشا والله على خاطرك جيت يا خو بخاطرك كانت هذه لوكويز
اخر بريك في الحصه نتاعنا يا ادم، لعبت في السيابي لسبيرونس المنتخب. بون بن قبل ما يحسبوهاش خاطر مازلت ما لعبتش نقول. ثلاثة هذوما عمل لي أحسن تشكيلة لعبت معاهم لاعبين. بالبنك بكل شيء. بالبنك بكل شيء. باش تعمل لي أحسن إيه بالبنك، لا مش بالبنك، 11 ملاعبي في ليكيب تيب. ليكيب تيب. أنا نبداو بالجارديان. فاروق. على اليمين. حمزة. مثلوث. مثلوث. على اليسار. يهاب. يهاب يلعب على اليمين. يلعبوا على اليسار. تتحايل انت قاعد. مدرب انا. بتحطها بكلها بنزرتين. انا مش حط روحي على البنك. في اللاكس. علي. مشاني. ومرياح. ياسين مرياح. قدام. بيفو ولا زوز. ثلاثة. ثلاثة بيفوات. اللي هما. فرجاني. فرجاني سيسي ايه. بلال. بلال السعيدين ياي وغيلان. تحس تعود تختلف اصحابك. لا والله لا والله لا والله نختلف في الحقيقه. باه شنو نحطهم ثلاثه؟ نحط مثلا كوليبالي وبلال السعيدين وكوم. ما تمشيش. ما امبوسيبل ساعه ماركي ليك الاخرى معناهم ثلاثه. القدام. باه القدام قلنا غيلان فرجاني و وبلال وزنب بلال. قدامهم سعد. بتلعب اربعه في الوسط. سهر في الوسط. باه دوز اتاكون. قدامهم سعد. فما اتاكون انا ما نحطه ولا. اللي هو. اللي هو هيثم. انا شو خليه معايا على البنك شو نقعدوا ننبر. هذا يا خبر صاحبي. لا لا باش تختار انت باش تلعب. هيثم نحبه معايا هيثم. انت قدام ومعاك واحد. انا وهيثم نحبوا نتفرجوا ننبروا عليهم مش نحط البليلي وحمد قدام وانا وهيثم على البنك. كانت هذه ليكيب تيم. ليكيب تيم. خويا عملت كيما حبيت. قواعد البرنامج الكل ضربتهم على الحيط. ايه والله عليه. شكرا لك ادم الرجابي يعطيك الصحة. عايشك عايش خويا. بالتوفيق ان شاء الله. عايشك. تقيت مسيرتك مع نادي البنزرتي ان شاء الله لملاء. عندك امكانيات كبيرة ان شاء الله تكون اكثر جدية في المواسم القادمة. ان شاء الله. لملاء نشوفوك في المنتخب وعلى اساس الاختلاف خارج تونس. مازلت 26 عام مازال قدامك مسيرة كاملة ادم الرجابي. خليك كلمة لو كنت حاب تقول معاش ميساج كنت حاب توجه. والله ما عندي شيء. ربي معايا. ربي معاهم الناس الكل. لا ان شاء الله نعمل سيزون باهية السنة ان شاء الله نكون عن حسن ظنك. ظني يعطيك الصحة.